ابن للناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباب. الحاجة الغالية يا باشا، الناس احنا الناس كلها غلابة يعني، فأسعار زايدة، فالناس اللي معها بتاكل واللي معاش مش محصل ياكل، حتى العيش حاف مش ما ياكلوا. فنطلب من ربنا تساعدوا الناس الغلابه دي عشان تسترزق او تاكل. مش عارفين نشتغل والناس مش عارفه تاكل، يعني الناس تعمل ايه؟ احنا تعبانين وغيرنا تعبان. في ناس عارفه في يعني الناس عارفه تجيب واحنا مش عارفين نجيب. كل رز بقى ب 4 بقى ب 6 جنيه، دول وصلوا 11 جنيه. الدنيا كلها رفعت والمرتبات ما فيش. فين الفلوس اللي في الدوله؟ المرتبات بتتراوح من 1500 ل 2000 جنيه. المصروف ممكن يعني مصروف عشان يكون ادمي مش اقل من 3000 جنيه. فبالتالي بيحصل عجز ومطلوب ان انا اوفر. فما فيش مجال خالص. يا يقضي اللي معايا يا اما اوفر ومعيش لا اكل ولا اشرب. اللي بيمشي عكس الاتجاه، اللي ما بيقفش في اشاره المرور، الحاجات دي كلها يعني لازم يشوف لها حل، ما ينفعش. ده كله سلوكيات، السلوكيات هي المشكله الحقيقيه في بلدنا كلها. الناس ما بقتش عارفه تاكل اي حاجه. الفواكه ما فيش حاجه تحت الخمسة جنيه، والخضار كذلك الامر. كل حاجه غاليه وكل حاجه مولعه زي ما انت شايفه، وفي حاله ركود. الاسعار كلها يعني غاليه جدا، الكهرباء والميه والغاز دي اكبر مشاكل احنا بنعاني منها بصراحه. اذا انا عندي بيت في منطقه شعبيه في ارض اللواء، بيجي لي كهرباء لا يقل عن 300 جنيه والشقه 50 متر. مفيش فرص عمل في البلد، وفي نفس الوقت برضو احنا بنتعب كتير ومش شايفين ولا في شغل ولا في كل حاجه غلت ومش عارفين نعمل ايه. يعني قربنا احنا نطفش من البلد. يعني كل حاجة بقت غالية جدا. يعني دلوقتي ازازة الزيت ب 14 جنيه ب 15 جنيه، مفيش حاجة بقت رخيصة. المرتب هيكفي دروس الولاد ولا العلام ولا الدراسة ولا الأكل ولا الشرب؟ كل حاجة بقت صعبة. الاستغلال مننا احنا. الاستغلال بيبيعوا كل حاجة بمزاجه. لكن لو في رقابة الدولة تمشي 100 تبقى عسل. بطلب من الحكومة إن احنا نعيش. عايزين ناكل عيش مش اكتر من كده، يبقى لنا مرتب نعيش زي الناس بس مش اكتر من كده، مش عايزين اكتر من كده.